صباح الخير، معكم عصام عزام وأنا معكم اليوم بدرس جديد من دروس الريفيت أركيتكشر. راح أحكي لكم اليوم عن الأريا بلانز. تجيني أسئلة كتير دائما إنه كيف نعمل أريا بلان، نحسب مساحة الطابق كامل مش بس مساحة الغرف. طيب لو إحنا حكينا إنه دائما الأرياز، هلا كيف إحنا بنسلم مخططات الأرياز أو جداول الأريا عادة في المعاملات الهندسية؟ لو رجعنا لورا شوي وفرجيناكم انه بالاوتوكاد كيف كنا نسلمهم. بالاوتوكاد كنا نيجي على الشيس تبعت الاريا مثلا ونشوف انه مخطط هذا الاريا، مثلا هذا مخطط اريا لبيت الدرج، بيكون معاها الجداول. طبعا انا عندي الخط هنا بالعربي بالاوتوكاد طار، بعذروني فيه. هاي مساحة مثلا الطابق، المساحة المكررة للطابق الارضي والطابق الاول، وهي مثلا مساحة بالدرج. يعني احنا بكون عندنا الاوتلاين، الاوتلاين لا الطابق، بعدين بنحط له جدول المساحه. فاذا رجعنا على الريفيت اركيتكشر، هلا من جراند فلور راح اروح للاركيتكشر على الاريا، على الاريا بلان. بالاريا بلان حيكون في عندي نوعين للاريا، الجروس بيلدينج اريا والرنتابل اريا. جروس بيلدينج اريا والرنتابل اريا. الجروس بيلدينج اريا هي المساحة الإجمالية للطابق، يعني حتكون عندك انت الباوندري، البولي لاينز من برا الجدار، من خارج الجدار لخارج الجدار. فإذا اخترنا هنا الجروس بيلدينج اريا وجينا على الجراوند فلور، يجينا على الجراوند فلور هنحكي اوكي، هنا هنحكي automatically create area boundary lines associated with external walls and gross building area. نحكي له اوكي يس. هلا هنا طلب مني انه يعمل الباوندري لاينز، اوتوماتيك باوندري لاينز، بس ما تعتمد عليهم لانه مش شرط يكونوا صح. طبعا حيعمل دوبليكيت من الجراوند فلور وحيحطهم بالاريا بلانز، وحيبين عندك كل اشي كان موجود في الجراوند، حتى اللي كان مخفي حيظهر. الخطوة الثانية اني انا بدي اتأكد من الباوندري لاينز، رح نعمل زوم هون وحنيجي عليها الباوندري لاينز، احول لغة انجليش عشان اوكي. عندي انا الباوندري لاينز هون من الخارج، هاي المنطقة مسقوفة، هون المنطقة هاي مسقوفة، هاي مظلة المدخل هون مسقوفة، فحنضطر انه انا اخلي هذا اللاينز احاول اصلح الخطوط بحيث ما تكون في عندي خطوط مش في مكانها الصحيح. في المنطقه هذه هون راح اضطر اروح على الباوندري لاينز وازيد خط هون. هاي المنطقه مسقوفه انا عندي، نيجي للمنطقه هاي، من ثم المناطق هاي كلها مسقوفة. فهي عندي أنا الباوندري، صححت الباوندري. الخطوة الثانية بدي ألغي أنا كل إشي في البلانز ما عدا الأريا باوندري والأريا. طبعا أنا ما حطيت الأريا باوندري وحطيت الأريا بلان، ظهرت عندي هنا المساحة، والمساحة مكتوبة هون كم؟ 428 متر مربع. راح أختار هلا، راح أختار كل البلان، check none او check all ما عدا الاريا باوندري والاريا تاجز والاريا. اوكي رايت كليك هايد كاتيجوري، راح يتم اخفاء كل الكاتيجوريز ما عدا الاريا. هيها طبعا هون هاي الخطوط مقطعه، راح ألغيها. وأخذ ترم واحدة لهم كلهم. المساحة 428. هاي هون نفس الشيء، بدي ألغي هاي، أخذها خط واحد لهم. المساحة هون تحكيني انه انا 428 هي الاريا كاملة.
طيب هلا المساحة احنا عندنا هون ما بنسلمها بهذا الشكل، لازم نرجعها او نقسمها للسمبل جيومتري. رح نرجع للاريا باوندري، نرجع للاريا باوندري. طبعا ليش؟ لانه احنا ملزومين دائما انه نسلم المساحات بهذا الشكل، مستطيلات عليها الطول والعرض، كل مساحة مسمية باسم، 1 2 3 كل واحد لها طول وعرض نازلين على الجدول. هون هنيجي على الاريا ونطلب هاي، حنمدها هون، هاي هنا حنمدها، وهاي دي هاي حنمدها. طبعا انت فيك تستخدم اوامر الاكستند. طيب هاي هنا اريا. طبعا لما انا قسمت هاي الجيومتري او المساحة للسمبل جيومتري للمستطيلات، صارت المساحة بس هون. بعدها من اركيتكشر حننزل اريا، اريا للمنطقة هاي، واريا للمنطقة هاي، واريا للمنطقة هاي. هنعيد تسمية الارياز to A and B and C and D. A, B, C and D. وإذا طلبنا تلوين هاي المساحات هنلونهم من annotate color fill legend، هنعمل edit scheme to legend. هلا هون هنضيف الاريا باي نيم، فهنضيف سكيم جديده هنسميها جروس بيلدينج اريا باي نيم. هنحكي له هنا باي نيم، هتلون A وB وC وD. اوكي رح تنزل معي هاي الالوان A B C و D. هلا كيف بدنا نعمل جدول للمساحات الموجودة هاي؟ من View Schedules Quantity، Schedule Quantity، حنيجي على الأريا جروس بيلدينج. أوكي حنطلب الأريا والليفل والنيم، نعيد ترتيبهم بحيث يكون الليفل بالأول والنيم بالثاني والأريا الخانة الثالثة. أوكي حيطلع معي المساحة A B C D. هنطلب مجموع المساحات من Formatting Area Calculate Totals of Area هنطلب من Sorting Grand Totals. هنطلب sort by level to header and footer. ممكن يكون في عندنا احنا level 1 level 2 level 3. هاي ها مجموع المساحات 428. انا بفضل انه الكولوم A نعمل له هايد لانه موجود في الهيدر، فكولوم A ما رح نعمل له ديليت، ما تعمل له ديليت، حتعمل له هايد، فحيظل موجود عندك هنا ground floor A B C D والمساحات ومجموع المساحات 428. الخطوة اللي بعدها انه انا هذا الشيء بدي احطه في الشيت new sheet. هنطلب A1 متريك مثلا. اوكي هنيجي على الاريا بلان، هنطلب من الاريا بلان تكون هون. طبعا انا هون لازم اسميها رينيم، اسميها جراوند فلور اريا بلان. صار عندي هون، انا هون جراوند فلور اريا بلان. هننزل هلا سكيدجولز، الاريا سكيدجولز
لهذا الطلب. طبعا احنا بالعادة بنحط الـ area plans، بنحط الـ area plans بسكيل 1 لـ 200، فبالشي حتبين معي بسكيل 1 لـ 200، لانه حيكون في عندي انا ليفل 1 وحيكون في عندي هنا ليفل 2 ليفل 3، وحنطلب المساحات، حنطلب المساحات كاملة. حنحرك هيك، بكون انا عملت الاريا بلان وكيف ضفت الجدول. طبعا ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 بنفس الطريقه، بنحطوا كلهم على نفس الشيت هاي. ودمتم سالمين، شكرا.